ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل. محمد، تفاصيل أكثر على ما أعلنت عنه الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية. نعم، ما حدث هو تعرض أحد البرج الناقلة للطاقة الكهربائية، وهو البرج الناقل الرئيسي للتفجير، وبالتالي انقطعت الأسلاك التي كانت تغذي منطقة شرق الموصل، وانقطعت الكهرباء على تلك المنطقة، ثم حدث طارئ فانقطع الكهرباء على جميع محافظة الموصل، ثم أعيدت الكهرباء لبعض مناطق مدينة الموصل. الآن القوات الأمنية تتواجد في تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك هناك جهود من قبل الشركة العامة للكهرباء لإعادة هذا الخط عبر ربط يعني. طيب محمد، هذا ليس بالتفجير الأول في العراق يعني يستهدف الأبراج الطاقة، هل من تحركات جديدة من قبل الحكومة والقوات الأمنية لملاحقة من يفعل ذلك؟ طبعا هناك جهود تبذل من قبل الحكومة لملاحقة الذين يقومون بتفجير تلك الأبراج، لكن هذه الجهود تبدو غير مقنعة حتى اللحظة، لأن تلك الأبراج تقع في مناطق بعيدة عن المناطق المدنية، وبالتالي تحتاج إلى حماية أكبر رغم وجود عدد كبير من حماية المنشآت الحيوية وأيضا حماية الطاقة الكهربائية، لكن هذا الأمر لم يجدي نفعا. إضافة إلى ذلك، غريب الأمر أن هناك صور وفيديوهات بدأت تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات يعني بالحكومية، وأيضا لأناس يرتدون زي الحكومة يقومون بزرع تلك الأبراج، وهو أمر أثار استغراب وأيضا أثار حقيبة المواطن العراقي. نعم، محمد فاضل مراسل الغد كنت معنا من بغداد، شكرا لك.